مواصلة لمواجهات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استقبل الاتفاق نظيره الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. شوط أول غلب عليه الهدوء في معظم فتراته، أبرز لمحات الحصة الأولى وسو يتوغل ويتعرض لإعاقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن عن حالة تسلل، لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني دخل الضيوف برغبة أكثر في زيارة الشباك، المؤشر يحضر بتسديدة وقف أمامها القائم. الهجوم الأهلاوي المكثف ينتج عنه هدف التقدم بعد أن ترجم محمد ألفتيل عرضية ماتريتا برأسية من شباك محمد الحايقي، هدف للأهلي. ألفتيل لقد فعلها، المدافع تقدم. بعد ذلك خرج الاتفاقيون بغية تعديل النتيجة وزيارة مرمى محمد العويس، وشنوا عدد من الهجمات على مرمى الأهلي. المشاغب ماتريتا ينبري لركلة حرة ينفذها بشكل جميل، والقائم مرة أخرى يقف في وجه الأهلاويين. كاد أزارو يحقق المراد لفريقه، لكن رأسيته يتكفل القائم بإبعادها. اللحظات الأخيرة كانت الأكثر إثارة في المباراة. في الوقت المضاف حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للاتفاق بعد الاستعانة بتقنية الفار، ينجح نعيم السليتي في إعادة فريقه للمباراة وإحراز هدف التعادل. السليتي يعلنها، الكوموندوز اقتحموا القلعة في اللحظات الأخيرة وأدركوا التعادل. لم يستمر الفرح الاتفاقي طويلا، دقيقة واحدة البديل سلطان مندش يخطف الثلاث نقاط للأهلي عقب أن ترجم عرضية عبد الرحمن غريب لهدف ثاني في مرمى الاتفاق. الله على جنون كرة القدم، الله 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 الله. لتنتهي المواجهة بانتصار الأهلي بهدفين لهدف، رفعت رصيده ل29 نقطة، فيما بقي الاتفاق على نقاطه 21. الأهلي سيواجه في الجولة المقبلة ضيفه الباطن، وسيستقبل الاتفاق نظيره الاتحاد.